أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق لمملكة البحرين من منجزات في مختلف الأصعدة يأتي بفضل سواعد أبناء الوطن المخلصين الذين يمثلون الثروة الحقيقية التي نسعى دوما للاستثمار فيها لمواصلة حصد النجاحات التي تعود على الوطن وكافة أبنائه بالخير والنماء، مشيرا سموه إلى أن أبناء البحرين هم الرهان الثابت ونستمد من عزيمتهم ما يلهم لمزيد من الإبداع والابتكار لتحقيق مستقبل واعد للجميع وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين إلى مجلس السيد فاروق يوسف المؤيد ومجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو، حيث تبادل سموه التهاني والتبريكات مع أصحاب المجالس والحضور بمناسبة شهر رمضان. ولفت سموه إلى أن المجالس الرمضانية تعكس روح الأسرة البحرينية الواحدة الأصيلة والتي نفخر جميعا بما نشهده من تكاتف وتآلف فيها والتي يجب أن تورث للأبناء والأجيال جيلا بعد آخر. وأكد سموه أن مملكة البحرين تواصل العمل والتنفيذ المتقن لكافة المبادرات والمشاريع بروح الفريق الواحد فريق البحرين، بالرغم من التحديات المختلفة التي يمر بها العالم لتحقيق النمو المستدام لأجيال الحاضر والمستقبل ومواصلة مسيرة التطور والنماء، مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجعل البحرين الخيار الأمثل للاستثمار من خلال مواصلة تبني التشريعات الداعمة لتطوير بيئة الأعمال بهدف خلق مزيد من الفرص الواعدة للمواطنين وتحقيق الأهداف المنشودة. من جانبهم أعرب أصحاب المجالس والحضور عن شكرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وما أبداه خلال زياراته للمجالس الرمضانية من رؤى وتوجهات حريصة على مصلحة الوطن وتحقيق الخير على مصلحة المواطن وتحقيق الخير للوطن، داعين الله العلي القدير أن يمن على سموه بالصحة والعافية وطول العمر وأن يحقق للبحرين النماء والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.